وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أكد سعادة السيد مصطفى بن خيي سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى مملكة البحرين أن العلاقات بين المملكتين الشقيقتين تمثل نموذجا للعلاقات بين الأشقاء. الدعم السياسي والمعنوي القوي نعم. الذي تقدمه الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها مملكة البحرين الشقيقة هو موقف داعم بكل ثبات وصراحة ووضوح للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على الصعيد، وهو موقف محل تقدير وفخر واعتزاز عند المغاربة كاملين. العلاقات المغربية البحرينية علاقات متميزة وممتازة جدا، هي مبنية على أسس صلبة ومتينة تتجلى أبرزها العلاقات الشخصية الأخوية بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله، وفي الروابط كذلك التاريخية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقين. هي علاقات تتطور بشكل هادئ وإنما بفعالية، هي علاقات مبنية على المحبة وعلى الوفاء وكتمحور حول التضامن والتشاور والتعاون. هي علاقات قوية في البعد التضامني ديالها، هي علاقات قوية في البعد التشاور ديالها، هي علاقات طموحة في البعد التعاوني ديالها.